وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم هذه الكيكه البسيطه سهله التحضير لكن طعمها مميز رائع جدا بفضل الكريمه اللذيذه اللي غادي نحضروها بها. سهله ايضا والنكهه ديالها شبيهه بفكره شوكولاته كيندر وينو. غادي تكون فيها كريمه بيضاء بشوكولاته البيضاء والشوكولاته العاديه. نتمنى تعجبكم فكره اليوم وما تنسوش اللايك. إلى عجبكم دابا ديروا اللايك والاشتراك اللي مازال ما اشترك. ننتقل الى طريقه التحضير. اول شيء غنجيبوا كوبين من الطحين ما يعادل 220 غرام، كنضيفوا له رشه من الملح ونصف كوب من الكاكاو بودره المر. كل ما كانت النوعيه جيده غنحصلوا على خليط كيكه رائع. عندي هنا تقريبا 10 غرام من البيكنج باودر. كنخلطوا المواد الجافه مع بعض. نتركها جانبا والآن نحضر باقي الخليط اللي يكون عبارة عن 3 حبات من البيض بحرارة المطبخ. سنضيف كوب من السكر حبيبات وفانيلا. انا عندي هنا فانيلا سائله تقريبا ملعقه صغيره مملوءه. كنخلطوا هذه المكونات مع بعض الى ان يصبح لون الخليط تقريبا ابيض. هذه المرحله مهمه كتحصلوا على كيكه هشه. بعد ذلك سنضيف 30 مللتر من الزيت. نضيف 150 مللتر حليب او ماء على حسب الرغبة. انا هنا حطيت حليب بحرارة المطبخ ايضا. من بعد نخلط المكونات مع بعض الجافة والسائلة. في هذه الأثناء كيكون الفرن مسخن على درجة 180 أخذت مني تقريبا 35 دقيقة وتكون جاهزة الكيكة. هذه الجنواز ما تكونش طالعة كتير، تكون جنواز خفيفة رقيقة السمك ديالها. إذا حبيتوها تكون جنواز طالعة وممكن تضعفوا المقادير، لكن هي الاختلاف ديال هالكيكة أن الكريمة هي اللي تكون غالبة وغنحطو طبقتين من الكريمة، فما يحتاج أننا نحطو الجنواز تكون طالعة بزاف. حطيتها في هاد الصينية اللي غلفتها بورق الزبدة أو ممكن تدهنوها بقليل من الزبدة وترشوها بالطحين. هنا كنضربها بهاد الطريقة لكي يتساوى السطح وفي نفس الوقت نفرغوها من الهواء وتكون جاهزة إلى الفرن. بالنسبة للكريمة راح نحتاج الى علبة من الحليب المحلى. اذا ضعفتوا كمية الجنواز لازم تضعفوا كمية الكريمة ايضا. انا كنجيب هنا علبة من الحليب المحلى نفرغها في اناء اللي غنحطوه على النار طبعا. وراح نضيف الى هذا الحليب المحلى نوعين من الحليب، الحليب العادي طبعا والكريمة السائلة. هنا عندي كوب من الكريمة السائلة وكوب من الحليب أيضا.
نضيف النشا تقريبا ملعقة لكل كوب، ملعقة كبيرة لكل كوب. هنا استخدمت تقريبا 3 ملاعق كبيرة من النشا. نخلط هذا الخليط جيدا، ثم نضعه على النار مع التحريك المستمر. منساش أنه في حليب محلى وهو يحترق بسرعة، فلازم دائما نحرك إلى أن يدخل الخليط ويصبح مثل المهلبية. الكريمة مثل ما كتشوفوا أصبحت جاهزة. بصراحة هي كريمة بسيطة لكن لذيذة جدا. غادي نقسمها إلى جزئين. جزء راح نحط فيه شوكولاتة سوداء أو بالحليب، وجزء الآخر الشوكولاتة البيضاء، وهي ساخنة راح تذوب هذا الشوكولاتة بكل سهولة. كنخلطها جيدا، وها هو مثل ما كتشوفوا نوعين من الكريمة بطعم روعة صراحة. الكيكة هي خرجت من الفرن جاهزة، كنحطوها تبرد قليلا بهذا الشكل. جبت صينية اخرى فقط باش نركب هاد الكيكة، هاد الطبقات. ممكن توضعوها في صحن التقديم مباشرة، لكن انا راح نحطها في التلاجة باش تتماسك الكريمة. كنحط الطبقة الاولى من الشوكولاتة او الشوكولاتة البيضاء على حسب الرغبة ديالكم. سرحوا الكريمة، من بعد نحطوا الطبقة الثانية ونضع الكريمة البيضاء ونغطيوها. كملت كل الطبقات، جبت قليل من الكريمة السائلة تقريبا عندي واحد الكوب، وضفت له كوب من الشوكولاتة حبيبات وذوبتها فيها. الكريمة كانت ساخنة وحصلت على صوص شوكولاتة رائع، وزينتها بشوكولاتة هذه فيرميسال او اي شيء انتو تحبوه، ممكن شوكولاتة مبشورة. تزيين يرجع لكم، حطوها في الثلاجة تبرد، ومن بعد راح تحصلوا على كيكة روعة لذيذة وطعم مميز جدا جدا. نتمنى تكون عجبتكم فكرة اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه، ما تنساوش طبعا ديروا لايك، واللي مازال ما اشترك يشترك باش يوصلوا جميع فيديوهات خديجة. إلى اللقاء.